قبل ما نروح اسكندرية عايزة أشيد وأحيي اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة لاستجابتها لمطالب مد فترة القيد. والحقيقة كنا هنا من أوائل الناس اللي فتحت الموضوع ده، وامبارح تحديدا اتكلمنا فيه بمنتهى الشفافية وبمنتهى الصدق. النهاردة في استجابة سريعة بالقرار بمد فترة القيد لـ 30 نوفمبر، بما يعني انه الاهلي والزمالك بقى عندهم ارتياحيه اكبر وفرصه في القايمه بتاعتهم، وما بقوش مجبرين انهم يفقدوا لاعب قبل ال 27 نوفمبر يوم نهائي البطوله. نروحوا بقى لاسكندريه. واسكندريه لما يعني النهارده مشرفنا اتنين من اهم نجومها، نجوم الكوره المصريه، مش بس نجوم الاتحاد السكندري، والحقيقه نجوم العصر الذهبي ده، خلينا نقول. ومشرفنا الأول لاعب مهم جدا، مثل منتخب مصر ومنتخب أفريقيا، وكان بيلقب بملك النص، كابتن شحتة الاسكندراني. مشرفنا، نرجو ان انت تقيدينا بقى في الموسم الجديد. لا على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي الجديد. ونكلم كابتن حسام كمان البدري، عشان حضرتك قامة كبيرة جدا كمان. حسام البدري والله انا كان ليه نظرة ان هو يمسك منتخب مصر. ما احنا هنعرف بقى ده بالتفصيل يا كابتن شحتة. بس انا كمان عايزه ارحب كمان باسم اسكندراني عزيز علينا كلنا، زميل كابتن شحتة في الملاعب طبعا، وفريق الاتحاد طبعا، كابتن ابراهيم الاسناوي. هنغوص معاهم في حكايات كتيره جدا جدا، وجزء مهم قوي يعني حوالين الفتره دي والعصر الذهبي ده. مشرفنا كابتن اسناوي. اهلا بحضرتك. شرفنا. الله يخليك. منورنا كابتن اسناوي. من الاسماء العظيمه اللي المراكز كلها. ما هنيجي طبعا لكل دوت. احنا انا مبسوط على المستوى الشخصي ان انا معايا اتنين من اساطير كره القدم. ما شاء الله عليه. يعني والله كابتن شحته وكابتن اسلاوي من نجوم مش هتكلم بقى على اتحاد اسكندريه، نجوم مصر طبعا. وكانت الكوره، هنتكلم على الكوره زمان والكوره دلوقتي. انا برحب بحضراتكم، شرف لينا تكونوا موجودين معانا في البيت الكبير، بيت النادي الاهلي، وان شاء الله تكون فقرة مميزة. يعني هو طيب. بيتنا الكبير وبيتكم الكبير. طبعا والعلاقات المميزة دايما ما بين الاهلي والاتحاد طبعا. برضه هنقول حاجة جميلة. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. لاحظ ان هي مصر هي قلب الأمة العربية الإسلامية، واي شيء جميل في مصر بتلف عليه الدول العربية. احنا بنينا في اسكندرية الاتحاد على تاريخ وطني. والأهلي كان برضو على تاريخ وطني، هو بدايته كان طلبة المدارس الأهلي. احنا كان عندنا في منطقة بحري، وهي دي اسكندرية القمة الكبيرة بتاعتها، كان في بيلعبوا خمسة وجول الأول. فعيلة اسمها عيلة رسمي قالوا احنا هنضيف الأندية الصغيرة دي في نادي، هنسميه نادي الاتحاد الوطني، عشان نروح نلاعب الانجليز اللي في مصطفى كامل ونكسبهم في الكوره، ونقول احنا رافضين وجودكم كمستعمرين لينا. اول رئيس لنادي الاتحاد اسمه حسن اسماعيل رسمي، وعيله رسمي دول هم اللي عملوا الكلام ده، اللي جمعوا الانديه الصغيره الخمسه بجول دول. وبعدين معاه حسن اسماعيل رسمي معاه اخين، في واحد اسمه محمود اسماعيل رسمي، والاخ الثالث اسمه السيد اسماعيل رسمي. طب الاثنين دول حضرتك، لان دي حضرتك بتحكيه ناس كتير قوي ما تعرفوش. لا ده تاريخ النادي، وفي صور تاريخ للنادي، في صور موجوده. فاستاذن حضرتك هنكمل طبعا الحوار الشيق ده والتاريخ الكبير. بس اكيد معانا طبعا. بس انا عايز اكمل واحده عشان ايه نخلص منها. اتفضل. احنا عندنا في اسكندريه محمود تدلعه، تقول له ايه؟ حوده. الله ينور عليك. فبقى محمود حوده والسيد حوده، وحسن اسماعيل رسمي هو رئيس النادي. محمود حوده هو الهداف زي التتش عندكم. مظبوط. والسيد حوده الجناح الايمن اللي بيرفع له الكوره. واحده من عيله الملك فؤاد الاول بتحب كابتن سيد حوده. طيب نقف عند دي. وقف عند دي. نقف عند ديت قصه الحب ديت. نروح لتقرير طبعا لزعيم الصغر والاتحاد السكندري. فضل. ونرجع مع نجوم الجيل الذهبي للاتحاد السكندري، ونكمل القصه التاريخيه اللي بيحكيها كابتن شحته. على
على مدار أكثر من 100 عام صنع تاريخا عريقا كأحد المؤسسات الوطنية الرياضية العملاقة في محافظة الإسكندرية. إنه سيد البلد، زعيم الثغرة، نادي الاتحاد السكندري، أحد العلامات التاريخية لعروس البحر الأبيض المتوسط. تأسس نادي الاتحاد السكندري عام 1914 تحت اسم الاتحاد فقط، وبعدها بأربع سنوات صار اسمه الاتحاد السكندري بعد اندماج أربعة أندية شعبية داخلة، وهي الحديثة، الأبطال المتحدين، الاتحاد الوطني والسكندري. شارك الاتحاد السكندري في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1920، وفي عام 1926 حصل النادي على قطعة أرض في منطقة الشطبي أصبحت مقرا له ولملعبه الشهير، وخاض زعيم الثغر أول مباراة له في الدوري الممتاز بتاريخ 24 من أكتوبر عام 1948، وكانت أمام الإسماعيلي، وحينها خسر الاتحاد بثلاثة أهداف. وفي 7 نوفمبر حقق الفريق أول فوز في بطولة الدوري، وكان على جاره اليونان السكندري بهدفين دون رد، واختتم سيد البلد أول مواسم الدوري المصري في المركز السادس بفارق 7 نقاط فقط عن البطل الأهلي. في عام 1926 بدأ سيد البلد بطولاته، وكان أول فريق من خارج القاهرة يتمكن من الفوز بكأس مصر على حساب الأهلي في المباراة النهائية، والتي فاز فيها بنتيجة 3 أهداف لهدفين. وبشكل عام توج الاتحاد بلقب بطولة كأس مصر 6 مرات، بدأها عام 1926، ثم أعوام 1936، 1948، 1963، 1973، 1976. وعلى الصعيد الدولي كان أول فريق مصري يقوم بجولة خارج مصر، وذلك عام 1926، حيث لعب 13 مباراة في جولته هذه فاز في 12 منها. وعلى الصعيد الإفريقي يعتبر الاتحاد السكندري أول ناد مصري يشارك في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1974، وخرج من الدور قبل النهائي أمام الرعد الكاميروني بعد فضيحة تحكيمية شهيرة حينذاك. وفي عام 2014 احتفل الاتحاد السكندري بالمئوية بعد مرور 100 عام على تأسيسه في احتفالية كبيرة ومباراة ودية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وبحضور العديد من رموز الكرة المصرية وعلى رأسهم الأسطورة محمود الخطيب، وكان صاحب ركلة بداية المباراة مع شحتة أسطورة الاتحاد. وعلى مر تاريخ الاتحاد السكندري فقد قدم للكرة المصرية عددا كبيرا من النجوم اللامعة، وعلى رأسهم الثنائي شحتة الإسكندراني وإبراهيم الإسناوي، وكلاهما حدوتة كبيرة في تاريخ الاتحاد السكندري وفي وجدان جماهير زعيم الثغرة. يمكن قبل عرض التقرير ده كان كابتن شحتة بيتكلم طبعا عن تاريخ الاتحاد السكندري العظيم اللي طبعا يعني كل الناس افتكر عارفاه، يعني خاصة عشاق كرة القدم. لكن ايه حكاية بقى انه حضرتك اول ما لعبت في ملاعب الانجليز دي؟ يعني ايه القصة دي؟ القصة ان كانت مصطفى كامل اللي هي دلوقتي كانت مساكن الضباط، ده كان معسكر الانجليز، فهو اتبنى على تاريخ وطني تجميع الانديه اللي في بحري دي عشان نروح نلعب الانجليز في ملعبهم ونكسبهم في الكوره ونقول احنا رافضين وجودكم كمستعمرين. يعني جمعتوا كل الفرق في اللي هو في بحري، ما عدا نادي ما رضاش ينضم، سمى نفسه نادي النجمه الحمراء، وبعدين بقى نادي الموظفين، بقى النادي الاولمبي. اوكي، احنا زعلانين من ان هو هبط ومش عارف يطلع. النادي الاولمبي برضه ليه تاريخ، النادي الاولمبي من الانديه التاريخيه، يجمع اقوى نادي عنده الميداليات الاولمبيه. صحيح، لانه عنده كان العاب كثيره في تايكوندو وفي كاراتيه وفي بوكس وملاكمه، بس نازل ومش عارفين يطلعوا. كابتن منورنا ومشرفنا، وعايز ابدا الحكايه من
من بدايتها مع حضرتك طبعا، وتفكرنا وتفكر السادة المشاهدين بالجيل الذهبي والنجوم اللي كانوا بيلعبوا مع حضرتك، وكمان حب النادي الاتحاد وارتباطك بيه لغايه دلوقتي. لا ده حاجه كبيره جدا، نادي الاتحاد بالنسبه لي بيتي اللي لا يمكن استغنى عنه بدم يعني. اكيد يعني احنا بنقول ايه، دمنا اخضر زي ما بيقول. نادي الاتحاد كان عندي 13 سنه تمام، فاستلفني نادي او استعار بيا من عندنا رايحين يلعبوا نادي الاتحاد، ورحت معاهم. بعد الماتش ما خلص كابتن فؤاد مرسي طبعا كان نجم نادي الاتحاد طبعا. الكبير يعني هو صاحب الفض الاول والاخير عليها في نادي الاتحاد، فاكتشفني بقى من هنا من سن 13 سنه. من 13 سنه لعبت فريق اول 17 سنه ما شاء الله الحمد لله والله كده. دي كانت البدايه، وطبعا اللي كسبته من الكوره في نادي الاتحاد ان انا عصفت جيل يعني ما اقولكش بقى، جيل الكابتن شحت طبعا حاجه مثل الاعلى وحبيبي. الله يكرمك، اتشرفت ان انا لعبت مع الجيل ده فعلا يعني المكسبي من الكوره ان انا لحقت الجيل ده، وهكذا بقى لحد ما بطلت الحمد لله. ونجوم كبار غير كابتن شحته طبعا كمان. كابتن يعني شحته وكابتن عادل البابلي وكابتن الجارم وكابتن محيي وكابتن عرابي رحمه الله عليه وكابتن باكر، حاجات كبيره قوي قوي اسماء كلها كبيره. وكابتن هاني سرور وهو كان مجيله كمان برضه كان كويس جدا. يعني محمد عمر كمان جه يعني محمد عمر وفي محمد نور وخد بال حضرتك كابتن، احنا كلنا لعبنا صغيرين يعني احنا لعبنا الفريق الاول صدفه كده 17 سنه. كان نادي الاتحاد كان في مشكله والفريق الاول بتاعنا حصل دروب كده، كان هيلعبوا الزمالك. جه حصل تغيير في الجهاز بعد ما خسرنا من الاولمبي 4 يا كابتن. جه كابتن فاروق احمد علي قال عايز اعمل تراي ماتش مع فريق 18 او 17 فريق الشباب بتاع بالظبط كده بالظبط. عملنا عليهم، كنت بلعب على كابتن جارم اليوم ده كمان. حصل دروب كده وداخلين على ماتش الزمالك بقى، الزمالك بكابتن فاروق وكابتن طه الدنيا دي كلها يعني. واليوم ده رحنا اتفاجئنا ان احنا اللي هنبدا المباراه. ثمانيه ناشئين والله يا كابتن هاني كده. ثمانيه ناشئين وسطنا الكابتن شحته بس. ثمانيه ناشئين بيلعبوا جيل نادي الزمالك الكبير. بيلعبوا حاجه كبيره جدا. حضرتك طبعا عرفتهم كلهم يعني كابتن فاروق وكابتن حسن وكابتن طه بصري ودنيا. وايه اللي حصل؟ اللي حصل حضرتك نزلنا الملعب في جمهور من عندنا شاف الفرقتين مشي. قال ايه ده؟ ده كان المباراه في اسكندريه؟ اسكندريه طبعا انت عارف اتحاد الزمالك اسكندريه حاجه كبيره جدا طبعا. نزلنا الملعب سبحان الله كسبنا 1-0 وكانت دي بدايتنا بقى ما شاء الله. ما هو نادي الاتحاد حضرتك كان مميز بيه يا سامي الاول، كانت كل فرقه بتسلم بعض، مش يطلع لعيبه واثنين زي دلوقتي، فرقه كامله يعني. احنا استلمنا من كابتن شحته وكابتن شحته استلم من اللي قبلنا عشان كنا كلنا من اولاد نادي الاتحاد. انتوا كابتن شحته يعني جيل ما شاء الله فيه اسماء رنانه كده. انتوا كنتوا جيل مرعب لدى اي منافس. ليه بامانه هو كان جيل بيسلم جيل فعلا يعني هو دي حضرتك لا اول جيل اللي هم دول في الكابتن سيد حوده ومحمود حوده، وبعدين في الجيل اللي بعد منه جه في الكابتن ديبه طبعا، في الكابتن كمال الصباغ، كابتن سعد راشد كان جناح يمين اسمه الحاج شتا والاغا. لا كانت الفرقه بتسلم فرقه ليه الجيل ده أجيال. صعب تكراره النهارده في الاتحاد السكندري مره تانية. هقول لحضرتك قولي. عشان كل اللي موجودين مش من ولاد نادي الاتحاد. نادي الاتحاد غلط غلطه كانت غلطه العمر، ان احنا كان عندنا ملعب زي استاد كابتن هاني في الشاطبي طبعا الملعب بتاعنا الاساسي يعني. لما الملعب ده اتهد وبدات الدنيا تتطور ما بقاش فيه ناشئين يطلعوا. كان كل ولاد نادي الاتحاد من جواه، ما انا بقول لحضرتك بنسلم بعض فرق. النهارده مش عارفين يطلعوا اتنين لعيبه حتى بسبب ان ولاد النادي مش كلهم موجودين في الملعب. هو طبعا اختلاف الاجيال، ويمكن سام بتتكلم كمان على الاسماء الكبيره والمواهب الكبيره. حضراتكم اسماء نجوم ما شاء الله يعني. احنا بنتكلم من الكره من السبعينيات. انا حاجه لحضرتك ان الاسماء الكبيره ديت كابتن سناوي بيقول ان في مشكله في قطاع الناشئين. انا كنت مدرب اتحاد السكندري فتره، وكان فعلا الناس بتطالب وقطاع الناشئين ما كانش على المستوى. ده في سنه كام حضرتك رحت في نادي الاتحاد؟ كان من حوالي من 4 سنين يعني. يعني من قريب كان قطاع الناشئين، لكن في تعديل يعني. الحاج مصالح بيشتغل على النقطه دي، لكن عايز اروح للجيل بتاع حضراتكم. وانت كابتن شحته قبل الهوا كنت بتكلمني على
منتخب مصر، انت قلت لي احنا كنا منتخب مصر في الوقت دوت، فرقه الاتحاد السكندري كان بيجي هاني مصطفى، كابتن هاني مصطفى طبعا، وطاع مصر منتخب مصر. شو بقى ترسانه، شاذلي، مصطفى رياض، ابراهيم الخليلي، محمود حسن، روح للاسماعيليه، على ابو جريشه، ميمي درويش، احنا عندنا بوبو، كابتن بوبو طبعا، وعندنا بقى بكر، ده كان باك اوروبي، باك شمال اوروبي، انت كنت بتلعب قدامه يا كابتن، طلع جالي في التقرير يعني الانديه سيطرت. الاولمبي، الاولمبي كان فيه البوري بيلعب باك شمال، فاروق السيد جارينشيا الكره المصريه، حضرتك ما شفتهوش في الفتره بتاعتك، فاروق السيد كان بيلعب جناح يمين للنادي الاولمبي، طبعا اسم كبير طبعا، وخد الدوري، خد بطوله الدوري السنه دي. ليه؟ برضو الموضوع مش من تحت لا من فوق، القياده، قياده النادي الاولمبي عشان ياخد بطوله الدوري، الفريق اول سليمان عزت قائد القوات البحريه، فجمع لعيبه كويسه جدا جدا لمدرب يوغوسلافي بوبوفيتش، واحنا عندنا كان تاديتش، جمع لعيبه خد بطوله الدوري، القياده كمان القياده والعزه، ده مش سهل طبعا. الاداره العسكريه دايما الالتزام والجديه والتعامل باحترافيه، ده كان ده شعار العسكريه من زمان يعني. طبعًا. الاجيال مختلفه، حلو يا سام، النظام حلو، يعني اللعيبه مختلفه والاجيال مختلفه بشكل كبير يعني. بس حتى هم هنا بيتكلموا عن علاقتهم ببعض، وان الاتحاد السكندري طالع منه ولاده هم، وانتوا جيلكم ولادنا، ما كانش بيكفينا ان احنا نتمرن بس، ما كانش ده يكفينا بس، كنا نتجمع تاني بعد التمرين ونقعد، طب احنا هنلاعب الاهلي لعبوه ازاي؟ والله صحيح، هو ده بقى. انتوا يا كابتن مش بس كانت علاقتكم ببعض كويسه بينكم وبين بعض، حتى علاقتكم بلعيبه الاهلي مثلا، طبعا لعيبتكم مع الفرقه اللي بتلعبوها مع اي منافس، حتى بجمهورنا، انتوا كنتوا بتقابلوهم قبل وبعد الماتش، تتجمعوا تخرجوا مع اصحاب، وكنا اخوات وحبايب، وكله كان بالحب، جمهور جاي يعني، كلنا كنا بنحب بعض طبعا. الاستاد ده جديد، خلي بالك يعني، هو اقدم جديد، انا عايز اقدم حاجه دي بقى بنشوفها دلوقتي كابتن، اقدم استاد، لا ما انا عارف الحته، اقدم استاد، الفروقات حتى على مستوى الجماهير هنتكلم فيها، بس انا دايما وقفت قبل ما نقطع التقرير، قصه الحب، ما قلناش قصه الحب الملكي اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها في الاول خالص، القصه الاولانيه اللي كان في السيد حوده وعلاقته في واحده كانت بتحبه من كمل لي بقى القصه دي عشان اعرف تفاصيلها. عائله الملك فؤاد الاول كانت بتيجي تتفرج عليه في الماتش، وحضرتك في فيلم معلش بقى احترامي طبعا لكابتن محمود الخطيب، احنا قعدنا مع بعض عندي في البيت، وطلعوا عندي انا اهوت فوق، وكنا بنتكلم في حاجات كتيره جدا، بس بعد الكابتن محمود الخطيب له احترامه ومكانته طبعا، وطبعا عشان ينزل عند البيت عندي ويطلع فوق اتفرج على الدنيا بتتقلب، الناس كلها تجري عليه، صحيح، وخاصة السيدات يعني جابوا اللي انا جاري عليه وطلع. فبعد ما خلصنا الحديث فقلت له انا هسألك سؤالين بس مش هتعرف تجاوب عليهم. بتسأله له ليه؟ انا متأكد انه مش هيعرف، مش هيعرف يجاوب عليهم. كانوا ايه السؤالين؟ من هو أول لاعب كرة قدم مثل في السينما المصرية؟ مين يقول؟ ما انا افتكر كابتن صالح سليم. لا صالح مين وبتاع مين؟ طيب صالح ولا يمكن لا ولا يمكن عادل يعني هيكل ولا زمان قوي. طب قول لنا، طب واحد من نادي الاتحاد في الجيل الاول، والصور انا اديته لكم عشان توروه الصور، ده اول ده لاعب كابتن سيد حوده، كابتن سيد طبعا، كابتن سيد حوده واحده بتحبه من عيله الملك فؤاد الاول، وهو الجناح الايمن، فهي بتطلع تقعد في المقصوره عشان تشوف حبيبها، قالوا احنا هيناسبنا لعيب كوره، لا احنا هنخطفوه في كوره مهمه قوي ونخبوه، وهي هتروح الملعب مش هتلاقيه في الملعب فعلا، واتخطف وحطوه في مخزن. انت تتفرج على الفيلم ده، فيلم جميل جدا، ده اتخطف علشان لما هي عشان لما تروح ما تلاقيهوش في الملعب، قعد يقرقد يبعدوه عنها الحبال من ايديه ورجليه، ودخل جري على الشاطئ تاني، ودخل على اوضه اللبس، كان الاتحاد كان مغلوب 1-0، دخل الجناح الايمن
عشان يلعب مباراة من المباريات الدوري. في الدوري هي كانت بتحبه جدا، وقال لي النتيجة 2-1. فيلم اتفرجوا عليه، في فيلم اسمه فيلم عارف فيلم اسمه ايه؟ شالوم. كابتن شالوم. شالوم دي لغة عبرية. كابتن شالوم. شالوم فيلم جميل جدا، بيحكي القصة دي وتشوف. بيحكي القصة دي ده. قصة حقيقية. والحب ده يعمل بلاوي بهدله. طب نرجع لعلاقه الجماهير يا سام، ولا عايزه تسالي على لا حاجة. بتكلم على الجيل ده اللي هو كان كله بيحب بعض، احنا حتى طبعًا مش بس بينكم بعض، بنقعد مع بعض نتكلم ازاي هنلعب الاهلي. احنا جينا مره لعبنا الاهلي هنا في الاستاد كسبينه 2-0. يا حاج مصطفى خلاص الدنيا قفلت، الدنيا هتضلم. طب بس شويه، لسه شويه. طب يعني كسبين 2-0 في الاستاد والله. بيب راح جايبين جول تيت فينيش. يعني عشان يرضي. لا في كابتن اسناوي. نعم كابتن اسناوي، كلمنا عن بقى اهم المباريات اللي جمعت الاتحاد والنادي الاهلي بقى. اهم الماتشات اللي حضرتك ما تنساهاش ابدا. بالظبط كده. كان ماتش، كان مناسبه، كان عيد اضحى مبارك. يعني يوم العيد عندنا ماتش مع النادي الاهلي، في ماتش مش مذاع يا كابتن. رحنا لنا استاد في 120,000. كان معانا راجل الماني اسمه برني، ده المدرب. احنا متعودين على ايه بقى؟ الصبح يوم العيد الاضحى الدبح. انت واخد بالك. الماتش كان هنا، كان في القاهره. فاحنا صممنا ان احنا مناسكنا اللي هو الفته، وطبعا الخروجات. انت واخد بالك. ما ينفعش تاكل فته قبل خالص. طبعا كلنا ورحنا على الملعب كومبليت استاد 120,000. والراجل الخواجه بتاعنا اتفاجئنا ان حطيتنا انا والكابتن جارم والكابتن عادل البابلي احتياطي. حتى كابتن الخطيب بص لنا في الملعب قال لنا امال مين اللي بيلعب؟ كابتن عادل البابلي وطبعا النادي الاهلي مسكنا اليوم ده كابتن مش عارفين نطلع من عند هاني سرور. من 18 من من عند هاني من خالص حبسنا يعني. فين اخر ربع ساعه كده بارنر قال لعادل الكابتن عادل البابلي مسخن. قال له مش مسخن. هو زعلان بقى. واخد على خاطره طبعا. ومسخن مش مسخن. كابتن جاري قاعد جنبه منه. قال له كابتن قوم عشان لو خسرنا ما تشربش انت القهوه. هيتكلم. قام في لعبه، اللعبه الوحيده اللي عدينا بين نص الملعب يا كابتن. من عند الدرجه الثالثه في استاد القاهره فاول كان جابه كابتن طارق الجلاد، وكابتن عادل نازل من هنا وراح على كابتن ثابت البطل كده. في اللعبه دي اترفعت الكابتن مصطفى يونس طلع بيعملها بدماغه كده حطها للكابتن عادل. شاطر جبنا جول. شاطر. ده الماتش اللي كان غريب الشكل. 1-0. 1-0 خلص. 1-0. كانش مذاع في التلفزيون. ما انا بقول لك حبسنا قدام 120,000. 120,000. انت عارف حبسه الاهلي مش حلوه بالنسبه لي. لا ما انا عارف طبعا. حبسنا يعني. لا صحيح. ودايما ماتشات الاهلي والاتحاد بتبقى ماتشات فيها مفاجآت. طبعا ناديين كبار يا كابتن. صحيح. النادي الاهلي نادي كبير والنادي الاتحاد نادي كبير. طبعا عريضه. طبعا جماهير عريضه. واخد بال حضرتك؟ ما نزلتوش بقى عشان كانتوا فاته كتير ولا عشان؟ لا. وكسبناهم 1-0. عارف خدنا كام مكافاه؟ 100 جنيه. حلوين والله. ده حلوين. طبعا مبلغ وقدره ساعتها برضه في الوقت ده 100 جنيه مبلغ وقدره. بالظبط. ده اشهر مباراه لنا مع النادي الاهلي. في كاس بتاع ماتش اسكندريه بتاع 73 عند حضرتك. كابتن شحتة. كاس 73. انا ده ما حضرتهوش. احنا كان يوم جمعه. واسكندريه كسبنا النادي الاهلي برضه 2-0 برضه. كان الكابتن جارم اللي جاب الجنين. انا هو اللي جاب الجونين. كابتن جارم بتاع مين؟ ماتش تاني. كابتن جارم في اسكندريه. ده من 73. ده كان 73. احنا رحنا لعبنا يوم الجمعه مع الاهلي واحنا الاثنين مقفلين على بعض 0-0. فقالوا لا ارجعوا بقى مكانكم يوم الثلاث هيتعادل ماتش تاني. فنزلنا على الشاطبي يوم الاحد نتمرن ونرجع تاني على هنا. فهيعيدوا الماتش ما كانش فيه بقى اكسترا تايم. بس شوف بقى في الحاجات اللي تتعبني قوي. اتفضل. فواحد من المدرج واحنا بنتمرن التمرين يوم الاحد. ايوه يا اخويا ما انت اهلاوي. ما انت مش عايز تلعب. طب هو انتوا مش واخدين بالكم. كان في قرن شطه. قرن شطه ده لازقه. كابتن شطه طبعا. لازقه ده. انا لسه هطلع اعمل كده بدماغي. لقيت واحد نط فوق مني والله العظيم. رحت نازل بيه بالراحه. قلت له انا كان ممكن انزلك كده تتكسر يا اخي. اختش على دمك ابعد عني. هو طريق كابتن شطه انت عارفها. طريق هو اتكلم على كده بقى. الجمهور بتاعنا جبار. يا عم انت اهلاوي انت بتحب نادي الاهلي. قلت له انا طول عمري انا اتربيت على نادي الاتحاد.
انا ابويا الله يرحمه ويحسن اليه كان بيخشني على واخدني على كتفه بعد اربع بنات جاي ها ويروح نادي الاتحاد في مصطفى كامل. انا اتحداوي من صغري. ما كانش معترض الكابتن شحت على يعني ان حضرتك تلعب كوره؟ اكيد طبعا جيل لا ده بيحبني هو بيحب نادي الاتحاد اصلا يعني هو اللي شجع حضرتك. انا عندي موقف بمناسبه بس احب اقوله لك. اتفضل يا كابتن شحت. لا انا هكمل بس القصه الصغيره دي عشان اخلصها لغايه لان هي وجعاني لغايه دلوقتي. فالراجل بيتكلم ايوه يا عم انت تخيلي من كلمه جاب لي تمزق في منشا العضله هنا. من كلمه ما هو في واحد يكلمك كلمه يوقعك وفي واحد يبنيك. صحيح. كلمه مهمه جدا. صحيح. فطلعت من التمرينه من الوجع الكلمه اللي اتقالت دي. طلعت حسيت بقى هنا في تمزق هنا. فعندي ايه صيدليه في محطه الرمل اسمه صيدليه حسان ورايح له وعمال اعرج. قال لي ايه مالك في ايه داخل تعمل ايه؟ قلت له اقول لك ايه بس؟ الماتش معاد بعد بكره هنروح نلعب بعد بكره. شوف لي حاجه تضيع لي دي. قال لي طب وريني كده. قال لي يا ابني ده في تمزق في منشا العضله. ما تقدرش تلعب بيها. قلت له انا جاي لك ليه؟ عشان تشوف لي اي حاجه تعملها. عايز تلعب الماتش عايز تلعب الماتش. هلعب. راح داخل ابره كورتيزون. يا ساتر. 10 سنتي. صعبه دي قوي كده. وحوالين الاصابه اكس 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 خمس مرات. صب اثنين 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 مش معاكم مدرب طبيب تخدير دكتور فضل. دكتور فضل هو بتاع هو بتاع التبنيك. فخبيتها وحطيتها في الشنطه ورحنا على الاستاد. هو اداك الحقنه عشان الدكتور الدكتور النادي يديها لحضرتك. قلت له تعالى بقى ايه اربط حط لي 2 سم 2 سم هنا. قال لي لا لا ما اقدرش اعمل كده. هقول لهم. قلت له روح قول لهم انا هلعب يعني هلعب والا يبقى ثبت عليا ان انا انت عن كل ده عشان تثبت حضرتك انك طبعا بتلعب المباراه وبتادي فيها وربك يكرم بقى. شوف بقى عشان انا مخلص لنفسي ولنادي. فالخطيب جاب جول الاول. لعبت المباراه بدات المباراه الخطيب من لعبت نزلت. الخطيب راح جايب كوره من بدماغه بالعرضيه قبل 5 دقايق في الشوط الاولاني. الله يرحمه سمير مخيمر كمان كان لعيب قوي قوي قوي. فالكوره لعبتها له من وسط الملعب راح مرجعها لي من 45 يارده شوطه شوطه كده بقى اللي اكرامي واقف بيتفرج او شايفها رايحه ايه طالعه بره راح داخله له في الزهر. فهنا كام؟ 1-1 1-1 بدايه الشوط الثاني. الجارم ده كان حكايه برضه كابتن جارم وعادل البابلي كان بيشيل الفرقه بتاعتنا. عادل البابلي ده من اللعيبه ان شاء الله صحته ربنا يشفيه ويعفي عنه يا رب. زي هاني مصطفى ربنا يشفيهم ربنا يشفيهم اللي هم جالهم كده قاعده في البيوت. فالجارم جات له الكوره من اليمين على خط ال 18 والشمال بتاعته بقى على الارض في الزاويه البعيده. فهنا كام؟ 2-1 اتفتح الاهلي. كان ممكن يبقى 3 و4 و5 وخلص المباراه. خلصنا الماتش وكسبنا. بس بقلبك لعبت بقلبك بس في القطر بقى لو احنا راجعين وتفك المخدر خلاص المخدر راح فمش سكاكين الم بقى الم الم الحمد لله على كل الف سلامه عليك دايما كلم كابتن اسلام نعم. حبيبي ده اسلام عايز ده حبيبي انا بحبه لانه راجل والله العظيم يعني هو لعب لحقنا انا كبير عنه بس هو كان راجل كان راجل في لعبه طبعا والله تلعب باك يلعب باك سنترات الاثنين قامات كبيره وسط ملعب كان ليك بقى موقف بقى بتقوله لي وانا منقين منقين راجل فعلا لا طبعا نجم كبير في كره القدم طبعا بتشرف بيك وبيك ربنا يخليك والله ربنا يخليك يعني انا من بدري عايز اتعرف عليك ولانك انت فعلا شرف مشرفه شرف حبيبي لا شرف والله يعني انا اتمتعت بتاريخك ربنا يخليك حاجه تشرف بلد كتر خير نادي بلد والله بجد مش مجامله والله كابتن ربنا يخليك يا كابتن ايوه سيد كنت بقى بس تمرين حضرتك الله يخليك الامر لله. انا كنت بسال حضرتك على الموقف اللي افتكرته واحنا بنسال عن اللي هو دور الاب والام بالظبط ايه الموقف بقى اللي انت كنت عايز تحكيه؟ الفتره دي انا كان عندي حوالي 16 سنه بلعب في نادي الاتحاد وشغال موظف وباخد 16 جنيه في المده في 15 يوم فروحت كان عندي نهايه مع العلوم بتاني يوم رحت اقبض فوالدتي مستنيه القبض بقى طب. انا رحت اشتريت بيه اسف في القبض جزمه بتاع الكوره قلت العب بيها تاني يوم بقى اه وروحت يعني طبعا مستنيه القبض يعني مش مستنيه الجزمه
مستنيه الفلوس. فين؟ قلت لها والله جيت جزمه عشان تاني يوم عندي ماتش. قالت لي وريها لي. قلت لها خد بالك. اوعى تقول لي قطعتها. يا ريت. رميتها؟ رميتها في وشي. قالت لي انت هتعمل لي فيها الخطيب. ربنا يا كابتن هاني. الشاي السميع العليم والماتش اعتزالي. كابتن طبعا نجمنا الكبير حبيبي الكابتن محمود خطيب طبعا جالي وشرفني. طبعا هو كان ماتش عشان هو حضر. فقعد في الماسوره. قعدته جنب منها. جنب من مامته؟ والدة حضرتك. هقول له. هقول له على الموقف. اقول له كده بس ما حكتلوش. لا طبعا. اكيد اكيد الناس كلها دلوقتي سمعته يعني. لا هو خلاص يعني هو خلاص. انا قلت على الهوا كده. كان موقف. هي كمان تفتكر ان هو الاب والام يا كابتن زمان كانوا يمنعوك من الكوره. أيوة. مش عايزينك تلعب كوره. مش عايزينك تلعب. خايفه عليك برضه. قلبها يعني. قلب الام دلوقتي الناس كلها يعني طبعا لعيب الكوره بقى ليه مستقبل ومحترف. زمان بيقول لك انت يعني سوري في اللفظ يعني انت هتطلع صايع. لا بالظبط كده. لا خليك في مدرستك ودراستك. ادرس. بالظبط بالظبط. فده كل واحد عايز ابنه بلعيب كوره. ده حقيقي. ده الفرق بقى. تاريخ كبير للنجوم كبار. انا متشرف بحضراتكم. هنطلع فاصل سريع. بعد الفاصل نرجع مع نجومنا الكبار. نجوم الجيل الذهبي للنادي الاتحاد السكندري. اتفضل. رجعنا مع حضراتكم ونجومنا واساطيرنا في الاتحاد السكندري. وبصراحه انا في الفاصل وانا خارج كده من الفاصل شويه لقيت الكابتن شحته معاه شنطه صغيره وفيها كتاب. فدخلت بعد الفاصل بقول له الكتاب ايه؟ فلقيت كتاب اسمه الناس والكوره. الناس والكوره. وانا بتصفح كده بداياته في على الصوره نجوم فن ونجوم كوره. فسالت الكابتن شحته ايه سر الكتاب ده يا كابتن اللي معاك؟ كتاب جميل قوي قوي. بيتكلم على الكوره وازاي ان الكوره دي يعني ليها حاجات حلوه قوي. يعني انت لما بتروح ماتش تتفرج مش بتلعب. ها؟ هتشوف الناس دي بتعمل النغمه دي ازاي. المتعه يعني. هو المتعه ازاي؟ متعه كره القدم. وفي ناس كانت بتروح الاستاد من الساعه 9 الصبح. صحيح. عشان تحجز المكان ده لنفسها. فانا كنت بكتب برضو من خلال ده. طب ليه احنا ما نعملش زي اوروبا زي البرازيل؟ البرازيل في ريو دي جانيرو في عندهم استاد كبير جدا. أكبر استاد في العالم. 250,000 ماراكانا. متفرج. أنا رحت هناك. حضرتك رحت منتخب أفريقيا. منتخب أفريقيا دي رحلة تانية خالص. يعني منتخب مصر. طبعًا. ومنتخب القارة الأفريقية. صحيح. فمنتخب القارة الأفريقية الأول اتعمل معسكر لينا في داكار في السنغال. السنغال طرفه المحيط الأطلنطي قصاد منه ريو دي جانيرو. فقعدنا هناك في حوالي 20 يوم عشان نعرف بعض. افريقيا من الكاميرون من نيجيريا من غينيا لعيبه. وكان الكابتن محمد الجندي وكان كابتن هاني مصطفى كمان كان موجود. رشيد مخلوف. احنا كنا ثلاثه من مصر. من مصر لعبد الله هاني مصطفى. كابتن هاني مصطفى. حسن علي حارس المرمى. حارس المرمى ترسانة طبعا. كنا احنا ثلاثه هناك. فعشان نعرف بعض ونتعلم ازاي وهنخش ازاي ونطلع على البرزي. على ريو دي جانيرو. ورحنا بقى. بس كان الراجل اللي هناك كمان طيار برضه بيورينا حاجات حلوه. في الكنيسه المعلقه الحلوه دي عمل دور فوق منها وقال بيفرقوا على المعالم من فوق. كنيسه كبيره عاليه جدا طبيعي. وراح رايح على فين؟ على استاد ماراكانا. ماريكانا برضه لف وقال لنا دول ياخد 200,000 متفرج في 10 دقائق. بسرعه الجمهور بيطلع. انا بقول طب احنا بنيجي من الصبح وبالليل. ده بالعكس. وبعدين كان المدرج عالي. هو تقريبا في أسانسيرات. ست ادوار. اسانسيرات كبيره جدا شفناها كلها. ولعبنا هناك منتخب افريقيا. لعبنا كانت المجموعه بتاعتنا كان الارجنتين فرنسا كولومبيا منتخب امريكا الوسطى. كنا خمسه المجموعه بتاعتنا. وعلى راس الثلاث المجاميع الثانيه ايطاليا. ده زي كاس عالم مصغره. كان ل 100 سنه. 100 سنه على بناء. بس عملنا ماتشات حلو. ولي انا ما اعرفش انا كانت ماشيه معايا قوي. احنا لبسنا زي الفنيلات بتاعت البرازيل. فنيلات الصفراء. فاحنا هنلاعب مين اول ماتش؟
هلاعب الارجنتين. طب احنا معانا دلوقتي الكابتن شحتة، يعني بدون قطع كلام حضرتك، كابتن محمد مصلحي رئيس طبعا رئيس نادي الاتحاد السكندري معانا على التليفون. مساء الخير. لا والله ليه؟ ايوه ليه؟ هو بقى يقول لحضرتك ليه؟ اتفضل. مساء الخير. اتفضل. حاج محمد ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ منورنا في البيت الكبير ومعانا اتنين من اساطير الكره. اساطير ولا حاجه، زعيم الصغر طبعا كابتن شحته وكابتن اسناوي، وبنقول لحضرتك منورنا في البيت الكبير. كابتن هاني ازي حضرتك يا كابتن هاني؟ الحمد لله، ربنا يخليك يا حاج. عيب ليك ان انا معاك حضرتك كابتن هاني. ربنا يخليك. طبعا الحديث عن نادي الاتحاد حديث لا ينقطع وتاريخ كبير جدا جدا، ومعانا اتنين اساطير وعندنا يعني حكونا حاجات كتيره جدا، وان شاء الله نتمنى في يعني في القريب العاجل باذن الله، واحنا شايفين نادي الاتحاد بياخدوا خطوات اعتقد بعد توليك المسؤوليه. انا يعني بكل امانه النادي الاتحاد ان شاء الله في حته تانية خالص، وان شاء الله الموسم الجاي تأدوا بشكل اكتر من رائع. شكرا كابتن هاني، كتر خيرك، شكرا جدا على المداخله. سعيد طبعا بفكره الكره المصريه الكابتن شحته الاسكندراني، يعني اساطير فعلا كره القدم على مستوى مصر وافريقيا. وكابتن اسناوي يا كابتن يا حاج محمد، انا بتكلم هو على الكابتن شحته الاسكندراني، هو كابتن مصر وكابتن نادي الاتحاد. شكرا. وله تاريخ كبير جدا جدا، وطبعا الكابتن ابراهيم الاسناوي من رموز نادي الاتحاد. اكيد اسكندري المحترمين، ربنا يديله العمر. حبيبي صحته كويس. حبيبي يا رب ان شاء الله يكرمه كده ويديله صحته ويديل اولاده. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك سعاده الرئيس، واشكرك. وانا يعني انا طبعا لما طلبوا مني مداخله في قناه النادي الاهلي ما تاخرش على النادي الاهلي، وسعيد اكثر طبعا بوجود الكابتن شحته الاسكندراني، وسعدت اكثر لما شفته دلوقتي الصحه طيبه وربنا. العلاقات يا حاج، لسه بتكلم مع كابتن اسناوي بيتكلم على العلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، وان الكابتن اسناوي اول ما قال للنادي الاهلي على مباراه اعتزاله كان في ترحيب كبير جدا جدا، ودي العلاقات اللي اعتقد بتبقى علاقات على مستوى النادي الاهلي خاصه ونادي الاتحاد، علاقات قويه جدا مستمره لغايه دلوقتي بشكل كبير. مفيش كلام، انت عارف طبعا النادي الاهلي تاريخ كبير جدا هو ونادي الاتحاد السكندري. اكيد. وعمر كبير جدا، وانا يعني حاجه تملي واحنا صغيرين حتى كنا نسمع ان كل بدايات كل اي دوري بيتم كانت تبقى فيه مباراه وديه تجمع بين نادي الاتحاد السكندري والنادي الاهلي. اتمنى طبعا انها ترجع تاني هذا التاريخ المحترم، وانت زي ما حضرتك عارف ان رؤساء الانديه في نادي الاتحاد علاقاتهم اكثر من رائعه مع رؤساء السابقين والحاليين في النادي الاهلي. انت تعلم يعني مدى احترامنا طبعا للجيل، في الاول صلاح سليم، كابتن صلاح سليم رحمه الله، وبعد كده كابتن حسن حمدي، والكابتن استاذ محمود طاهر، وبعد كده الكابتن محمود الخطيب. حتى يعني لما نيجي نفكر في لعيبه ان احنا نقدر في تعاون في اللعيبه وانتقال اللعيبه من النادي الاهلي لنادي الاتحاد بتتم بصوره محترمه جدا. انا مش عاوز يعني اتكلم على رسائل انديه اكثر من انا اتكلم بسعادتي في وجود الكابتن شحته الاسكندراني بالصحه والعافيه، وشايفه بهذا التالق الواضح مع حضرتك في قناه النادي الاهلي، وسعيد اكثر طبعا بالكابتن الاسناوي. ربنا يخليك يا ريس، ويا رب ان شاء الله كده نشوفهم كلنا في احسن حال، وما زالوا رموز نادي الاتحاد المحترمين بيبقى سفراء لنادي الاتحاد في كل الاماكن في كل القنوات في كل الاعلام كله. ان شاء الله. يا حبيبي ربنا يخليك لنا ولنادي الاتحاد. انا بشكرك، كتر خيرك. بص يا استاذ محمد، استاذ محمد، انت لما عملت المئويه بتاعت نادي الاتحاد، ايوه، كانت مئويه جميله جدا، وجاء حضر الكابتن محمود الخطيب فيها. بالظبط بالضبط. وكان البدايه انت عملت الصوره الكبيره جدا في النادي قبل ما نروح الماتش كده. فاحنا كنا بنتكلم ايه؟ ما فيش شجره الا وليها جذور. انا بالنسبه لي لازم اتكلم على جذور نادي الاتحاد الاول، الناس اللي اسسوا نادي الاتحاد. اول رئيس لنادي الاتحاد، الرئيس كان اسمه حسن اسماعيل رسمي، وكان ليه اخين كانوا بيلعبوا، احنا اهو دي الصوره طبعا المئويه، احنا نازلين مع المئويه الكابتن محمود الخطيب. كان في الكابتن سيد حوده ومحمود حوده. بالظبط. فاكر؟ تاريخ طبعا تاريخ، وانت عملت لمحه جميله جدا في لما يخش الكابتن ديبا
وبعدين رحت جايب واحد والكابتن ديبا كان في تعب يعني، حطيت له كرسي ها وشالوه ولففوه. لا لا عربيه مكشوفه، عربيه مكشوفه. لا دي بعد منها يا باشا، بعد العربيه. انا والكابتن ديبا انا واقف محترم جدا اسنده، لان ده احترام، محترم جدا يا احترام ليه برضه محمد مصطفى. وانت برضه الاحترام لكبر كابتن محمد دياب، رحت انت جايب له كرسي وقعدته وخليت المجموعه الثانيه تشيله ويلف بيه. دي لمسات حلوه جدا. نادي الاتحاد، انا عاوز اقول حاجه للتاريخ. اتفضل اتفضل. يوم المئويه كنت انا مسؤول عن مئويه نادي الاتحاد. طبعا طبعا مش كنت هلاقي يعني قيمه كبيره زي الكابتن شحته الاسكندراني ان هو يتواجد في الملعب ويديك ضربه البدايه. وفي اليوم ده يعني انا قبليها بيومين، يومين بس 48 ساعه. حلوه الصوره دي. اتصال بيني وبين الكابتن محمود الخطيب. قلت له كابتن محمود انا طالب منك انك تشارك في مئويه نادي الاتحاد الكابتن. كان رده يعني انا مش هنساه. قال لي انت عاوز نلعب؟ محمود اكيد كان نفسه يلعب كابتن محمود. انا عارف ومش لابس لا اخضر. انا كنت لازم البس اخضر فانيلا خضراء. قال لي انا عاوزك، قال لي قلت له انا عاوزك بس تشرفنا وتحضر المئويه تكون موجود في. قال لي انا ما عنديش مشكله خالص. فجت لي فكره على طول ان يتم ضربه البدايه ما بين نادي الاتحاد الاسكندري ونادي سبورت لشبونه، ما بين رمز من رموز نادي الاتحاد وتاريخه هو الكابتن شحته الاسكندراني، ورمز من رموز النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب. ما احنا قلت له والله في يوم من الايام كنا قاعدين وجاء عندي في البيت، قلت له انت في الحزن وجيت وفي الفرح جيت. الحزن طبعا. لما توفى الله يرحمه الكابتن بوبو رحمه الله عليه. ها؟ كان ماشي معانا في الجنازه. كان موجود مع الاستاذ محمد فعلا. كان ماشي معانا في الجنازه. دي العلاقات اللي دايما، دي العلاقات اللي وبالليل هو في الشادر بياخد العزا بتاعه. استاذ محمد احنا بنتشرف بحضرتك طبعا. حبيبي يا كابتن اسناوي. اكيد بنتشرف بحضرتك وربنا يوفقك ويعينك على اللي حضرتك فيه. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله هنبقوا زي الفل وهنخش مربع ان شاء الله وربنا يديك الصحه والعافيه يا سعاده الرئيس. حبيبي بشكرك يا كابتن هاني جدا. يا كابتن هاني انا بشكر حضرتك. وبشكر حضرتك جدا ورجعت عمركم في اي مداخله. بس يعني اي حاجه في شغلات النادي الاهلي ومع رموز زي رموز نادي الاتحاد ودايما موفقين ان شاء الله. بس ما ينفعش حاجه محمد تكون معانا من غير ما نسالك عن الاتحاد الموسم اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله محضر لنا ايه؟ يا رب ان شاء الله نادي الاتحاد الحمد لله يعني بعد طبعا يعني اعتذار الكابتن طلعت يوسف مدير فني نادي الاتحاد. وانا بشكره طبعا من خلال حضرتك يعني فعلا كان تواجد الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن اكيد يعني هم لهم باع كبير جدا في كره القدم. ان شاء الله يعملوا حاله كويسه جوه النادي ووصلنا يعني حتى ان احنا نوصل لسيمي فاينل كاس مصر ان شاء الله يوم 1 نوفمبر. دي خطوه الحمد لله ايجابيه جدا. اتمنى ان احنا نكمل في هذه البطوله. اكيد طبعا المنافس بتاعنا في هذه المباراه هيكون نادي عظيم زي النادي الاهلي، ولكن في الاخر ده كاس مصر يعني ده كاس ربنا يعلم ايه اللي بيحصل فيها. اتمنى هناخدوا الكاس ان شاء الله. هناخدوا الكاس ان شاء الله. هناخد الكاس. انا بقول لك كابتن ابراهيم ماشي كويس خليها ان شاء الله. السنه الجايه عشان الاهلي يعني ان شاء الله السنه دي النادي الاهلي هياخد الكاس. لا ربنا احساسي كده كابتن والله طبعا احساس وهنشوف طبعا وحقي طبعا طبعا حقك. وخلي بالك برضو يا حاج مصلحي كان لسه الكابتن اسناوي بيتكلم على نقطه وانا اتكلمت فيها بشكل ايجابي، لان هو كان بيتكلم اللي هيرجع تاريخ نادي الاتحاد ولاد نادي ولاد النادي نفسهم. وانا قلت ان الحاج مصلحي ماشي في السكه ديت بدايه من الاهتمام بقطاع الناشئين، وكمان مدير فني كابتن حسام حسن بيحب ولاد النادي دايما بيطلع. وانا شفت من خلال متابعتي النادي الاتحاد حتى كان في مباراه ما بين الفريق الاول وفريق الشباب عشان يدي فرصه كمان لاولاد النادي ان هم يشاركوا مع نادي الاتحاد. فعايز اقول لحضرتك احنا بنتمنى لكم التوفيق. طبعا العلاقات ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد علاقات تاريخيه، ونادي الاتحاد كان حتى السنه دي قريب من المربع الذهبي الا في ظروف حصلت، لكن نتمنى طبعا التوفيق لحضرتك ونتمنى التوفيق لنادي الاتحاد. شكرا جزيلا الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. فجبته ازاي؟
طيب. انا نسيت اقول جبته ازاي حبيبي انت استاذ ايهاب الخطيب كل سنه هو طيب لايهاب الخطيب رئيس القناه هو طبعا ده نعرف نوصل له يعني بسهوله لكن بس ازاي هو عرف ان احنا هو عيد ميلاده النهارده طبعا رئيس القناه استاذ ايهاب الخطيب فاحنا بنقول له على الهوا كل سنه وانت طيب وعقبال العمر كله ايهاب ان شاء الله واكيد سامع حضرتك دلوقتي الرياضه محبه عايز يسلم عليك اكيد بعد ما الحلقه تخلص وحضرتك الرياضه محبه طبعا طبعا في حوار جانبي هنا مالناش دعوه بيه عايز اكلمك برضو في النقطه دي يا كابتن شحته ما تسالي يا اسهام اسالي الكابتن هاني والكابتن هاني اسالي الكابتن كله يسال بعض احنا بنتكلم احنا في البيت الكبير احنا في البيت يا كابتن اسناوي الموضوع مناقشه مفتوحه عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن هاني موجود هنا اهو ايه اتفضل بقول على الكتاب اللي معاك الكتاب اللي هو الكتاب انا بحسب البسكويت شوف المقدمه بتاعته لا المقدمه لا الكتاب ده جاي له دلوقتي حالا لان احنا كمان عندنا صور يعني بس شوف مقدمه الكتاب اللي انا كاتبه ده مقدمه الكتاب طبعا كابتن شحت الاسكندراني ليه عدد من الكتب مش بس الكتاب الخاص بالناس والكوره فالنهارده برضه معانا سر شعبيه الاهلي والمصري والاتحاد السكندري في الدول العربيه احنا عندنا اسمين يا جماعه الاهلي والاتحاد اسمين الحقيقه يعني كبار. من اقدم الاسامي اللي موجوده في تاريخ الكوره المصريه والحقيقه اتنقلوا لكل الدول العربيه بالزبط. وده الحقيقه ليه سر خاص يا كابتن شحت انا عايزه حضرتك تكلمني عنه برضو لا انا اقرا لك المقدمه اقري بقى فوق الى روح امي ايوه الى روح امي التي ارضعتني الحنان الى روح ابي الذي علمني القناعة والرضا إلى أصحاب الفضل علينا إلى أحبائي أصدقائي أبنائي وأحفادي اعلموا أن أجمل ما خلق الله لبني آدم الحب وأن طريق العلم ده شعر تقوى الله أهدي كتابي ده بعد هذا منه. لكل محب للرياضة التي هي أرقى وسيلة للتعارف اقري الصفحة اللي وراها كمان ماشي حاضر بعد طلع لنا الصور يا برجاوي لو سمحت نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا رب إذا أعطيتني مالا هو ده حضرتك تقصده؟ أيوة يا رب إذا أعطيتني مالا لا تأخذ سعادتي وإذا أعطيتني قوة لا تأخذ تواضعي وإذا أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي وعلمني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس وأن أحب الناس كما أحب نفسي وساعدني أن أقول الحق في وجه الأقوياء وألا أقول الباطل لأكسب تصفيق الضعفاء وإذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار وما إلى آخره ده يا كابتن ده انت شاعر يعني ده ما شاء الله يعني عدة مواهب يا كابتن شحت ده بقرا بكتب لا يعني ما شاء الله وثقافة دي هتجيبني لنقطة ثقافة اللعيب وازاي انت بتحب الجمال في بيتين شعر. في بيتين شعر بس مش بتوعي طب استأذنك نطلع فاصل سريع لا لأن الأول وبعدين نطلع فاصل طيب سريع ولدك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا ده بقى بعد كده مش هقدر اطلع يعني دي فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن شحته والكابتن احب انا احب الشعر والكتاب ده واحد من احسن التقارير اللي اتعملت في البيت الكبير عن اسكندريه الحقيقه حلو قوي ايه رايك ايه رايكم في التقارير جميلة طبعا جميلة احنا قاعدين سعداء طبعا اننا بنلف فيها حلو حاجه جميله فعلا انتوا كلكم حلوين وقناتكم حلوه وحاجات حاجه جميله فعلا الله يخليك يا كابتن احنا جايين عشان خاطركم والله يا كابتن انا ما بسيبش اسكندريه والله العظيم انتوا جايين في توقيت واحنا عارفين ان الجو طبعا يعني صعب جدا في اسكندريه صعب بس اسكندريه هي اسكندريه الله يخليك يا كابتن والله على راسنا وحياه ربنا النادي الاهلي ده نادي غالي عندنا ونجومه غاليين عندنا جدا جدا احنا انا بحب النادي الاهلي واللي زعلان هو حر ماليش دعوه بقى محدش يقدر يزعل بحب النادي الاهلي بعشقه ليه حضرتك اتفضل منظمين مؤدبين كبار الواحد سعيد ان النادي الاهلي ده جوه مصر صحيح والله صحيح ولما يبقى على راسهم طبعا اسطوره كره القدم كابتن محمود ده انا بموت فيه ادب وذوق واخ كل حاجه حلوه والناس تسال الاهلي ما ياخدش الدوري ليه الله امال مين اللي هياخده الكبير والمنظم ما هو كبير نظام يا سهام صح هم نظام والتزام طبعا حاجات الرياضه اخلاق الرياضه اخلاق النادي الاهلي نادي اخلاق فعلا والله يعني ما بجامل لا انا عارف يا كابتن والله انت من زمان هو منظم النادي الاهلي انت بتقول ان
في ناس بتقول لك هو ليه الاهلي بياخد بطولات؟ انا بقول اللي جوايا على فكره. انا انسان طبيعي، طبيعتي بتكلم بسجيتي، واضح والله. انا بموت في الاهلي والاتحاد، دول بالنسبه لي عيش. مش الاتحاد والاهلي؟ الاتحاد نمره واحد طبعا. ماشي. طبعا النادي الاتحاد عندي نمره واحد. ثم النادي الاهلي. اكيد كبار. والاثنين على علاقات تاريخيه كابتن، مش كده؟ يعني طول عمرنا علاقات تاريخيه، يعني انا معايا دلوقتي الاتحاد بنحب بعض. يعني انا على اتصال بالكابتن شكوبير، وعلى اتصال بالكابتن مجدي عبد الغني، وحابب على اتصال بحضراتكم. تشرفت. وخد بالك من حاجه كابتن، انا من بدري تمنيت ان اقعد معاك. انتوا عملتوا فعلا انتوا الاثنين دويتو جميل جدا. تمنيت ان انا اقعد معاك والله يا عمي، عشان حضرتك وزي ما بتفرج. انا بتفرج على الحلقات بتاعتك. تشرف بلد، ربنا يخليك يا كابتن. وحضرتك اللي بتقوله ده كمان بناكده، ان العلاقات التاريخيه ما بين رؤساء الانديه، ما بين النادي الاهلي ممتده من زمان. حضرتك ده من سنه كام؟ من بدري، من سنه 25. في صوره كمان لو فريق الاعداد يجيبها، تجمع طبعا جعفر ولي باشا، ده كان رئيس النادي الاهلي، ومعاه محمد جاهين، ده رئيس نادي الاتحاد، في افتتاح ملاعب التنس ده سنه 25. الصوره ده قدامنا ديت سنه 25. الصوره دي تاني بتجمع رئيس النادي الاهلي في الوقت ده، كان ولي جعفر ولي باشا، ده كان رئيس النادي الاهلي، ورئيس نادي الاتحاد كان محمد جاهين، في افتتاح ملاعب التنس بنادي الاتحاد، يعني جوه نادي الاتحاد سنه 52. في ملاعب تنس. انت بتتكلم في علاقات ممتده بقى لها سنين طويله تاريخيه، ما بين حتى على مستوى الرؤساء، على مستوى اللعيبه زي ما قال الحاج مصلحي. فعلاقات حتى حضرتك لما كل المقاويه بتاعتنا مين اللي لعب ضربه البدايه؟ مظبوط، كابتن محمود الخطيب طبعا. عندنا الرمز بتاعنا الاستاذ محمد مصلحي، والرمز بتاع مصر كلها كابتن محمود الخطيب، هو اللي جه يلعب. ده دليل علاقات يا كابتن. صحيح، ده اكبر دليل على العلاقات اللي بيننا وبين النادي الاهلي. مظبوط. صحيح، من زمان. الحب باين كابتن. طبعا. ويمكن حتى تاريخ الناديين، وده القاسم يمكن المشترك، ان تاريخهم الوطني بيبدا قبل تاريخهم الكروي يا كابتن اسناوي. ده كلام يمكن ده الكابتن شحته اللي شرحه في بدايه الفقره دي. فانتوا مشرفينا، وانا عارفه الجو في اسكندريه وحش قوي صح دلوقتي؟ نعم، اسكندريه شتا. الجو في اسكندريه شتا دلوقتي، اسكندريه شتا. بس يقولوا احلى وقت تروح في اسكندريه. احلى جو في اسكندريه دلوقتي يا كابتن. صحيح، الشتا احلى جو دلوقتي. لسه في الخريف، خلي بالك، مش في فصل الشتا. بس الشتا فصل الخريف. بدري بدات بدري قوي. اعطينا العلقه بتاعتها بدري السنه. نزلت الميه، غرقت البيت عندنا جدا في الشوارع والله. انا في الدور ال 15 ان شاء الله، معليش سطح فوق، خرت كلها وبقت ميه، وجبنا مراكب والله. لا ربنا يديكوا الصحه يا كابتن. سبتهم دلوقتي في البيت. احنا بص، عايز اقول لك حاجه، كل شعب مصر بيحب اسكندريه عشان تكونوا عارفين. اسكندريه على يعني انا بحب اسكندريه، عشت في اسكندريه 4 5 شهور بصراحه. انا اتمتعت هناك بناس اسكندريه واهل اسكندريه. كان في شويه صعوبات طبعا فريق الكوره، لكن كل دوت الواحد كان بيخلص كده تمرين وينزل بس يتمشى على الكورنيش بس كده. مفيش حد الا وغنى لاسكندريه. ده حقيقي، ده حقيقي. فيروز. طبعا طبعا، اغنيه فيروز لاسكندريه. صحيح، شط اسكندريه يا شط الهوى. صحيح. كابتن شحته، كابتن اسناوي، حضراتكم من العلامات البارزه مش في تاريخ الكره المصريه بس، ومش في تاريخ الاتحاد السكندري فقط، ولكن يعني انتوا تشرفوا اي ناس، انتوا يعني علامات بارزه للمختلف الانتماءات. أشكرك. ده في وجهة نظري. انا بشكرك يا كابتن اسناوي جدا. اشكرك ربنا. اشكرك يا كابتن شحته جدا. الله جدا. اشكركم جدا، شرفتونا النهارده في بيتكم. ده انا اللي شاكرين. نورتنا بجد، اللقاء الجميل ده يا كابتن. ان شاء الله مش هتكون شاكرين على اللقاء الجميل ده والله. صحيح، ان شاء الله. ويا ريت هتتكرر يعني تاني، تنزلوا قرروا في الاسكندريه. ننزل اسكندريه ان شاء الله بالاجهزه بتاعتكم. هننزل ان شاء الله بالبطوله الافريقيه، بس تخلص على خير ان شاء الله. عندي في البيت بالاجهزه. كان في واحد اسمه يعقوب السعدي بتاع الامارات. طبعًا ده طبعا راجل طيب، اعلامي كبير. وهنا شاف الانديه بتاعت اللي اندثرت زي السكه الحديد. ده من نادي. طبعا السكه الحديد من، وبعدين راح اسكو وراح البلاستيك، وقالوا ايه ننزل اسكندريه. الاثنين جم عندي انا الاول، وراحوا لفاروق السيد. فاروق السيد كان لعيب، فاروق السيد طبعا جناح ايمن، كان جميل طبعا. فلما نزل الخطيب بس مجرد من العربيه، كانوا حطوا بقى الكاميرات والبتاع فوق، اتفرج على اللي جاروا عليه. احنا بص بصراحه، انا عايز اقول بعد التسعه ان شاء الله
هننزل اسكندرية وهننزل وهنروح في كل حتة شرفونا. بس يا ريت اليومين دول تيجوا معانا بعد التصعب باذن الله كابتن شحاته. بعد ان شاء الله البطوله الافريقيه. بس انا عايز اقول عايز اقول كلمه دور 15 دي سقف ومن اللي عايز اقولها. انا الميه نزلت علينا نزله باسم قناه النادي الاهلي طبعا. الحمد لله بشكر حضراتكم جدا. انا بدي يعني دايما احنا يعني بندي مثال للولاد والشباب اللي طالع واللعيبه اللي جايه. اتنين زي حضراتكم اساطير في كره القدم وليجوا صولات وجولات على مر تاريخ كره القدم موجودين معانا. هذا الاسلوب الراقي في التعامل وهذا الاحترام الكبير وحبكم لناديكم وحبكم لبلدكم وانتمائكم للنادي الاتحاد والمصري ده اعتقد يعني رساله واضحه لشبابنا اللي جاي ورساله واضحه لكل اللعيبه اللي جايه ان طبعا عندنا اساطير عندنا نجوم. انا اتشرفت بيكم على المستوى الشخصي وشرفتوني. رساله طبعا دي من البيت الكبير وبالتوفيق انتوا في اي وقت اعلاميين دلوقتي كابتن بكلمه صغيره رساله الاعلام بقى شغالين لسه ولا خلاص؟ اتفضل اتفضل. احنا مباراه الاهلي والزمالك اللي جايه يا ريت يبقى عيد للرياضه المصريه. ده حقيقي مش هنقول اكتر من كده. ده حقيقي ان شاء الله تكون عيد الاهلي والزمالك في الماتش بتاع افريقيا. نتمنى انه يبقى يوم عيد. عارف يا كابتن اسناوي الوقت دايما دي كلمتي بيحرجنا هو ده. بس اوعدكم ان شاء الله ان اللقاء ده لازم يتكرر ان شاء الله مرات عديده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. حلقه جديده في البيت الكبير. شكرا.